معاكم في كل مكان، موجودين معاكم من مدينة العلمين الجديدة، أحد أهم وأحدث الوجهات السياحية على شاطئ البحر المتوسط. هنا مصر، هنا الفنون والثقافة والسياحة والترفيه، وتحديداً من أوتيل ريجل هايت في العلمين الجديدة، في حضرة أحد أهم وألمع الأصوات الجبلية القوية الحنونة في نفس الوقت، اللي في سن صغير أصبح واحد من أهم السوبر ستارز في الوطن العربي. كلنا بنحب أغانيه وبنغني معاه وبنحلم معاه. رامي عياش، مساء الخير، منورنا، أهلاً بيك في مصر. شكراً على محبتكم وعلى استقبالكم الحلو دايماً، شكراً. كان عندي انترو كبير عايزه اقوله واغاني كتير عايزه اقولها، ومنور العلمين، وسعيده ان انت موجود اول مره في العلمين، وعايزه اعرف انطباعاتك عن المدينه. تحفه حلوه كتير، حبيتها من قلبي، حبيت الاعمار اللي عم بيصير فيها بشكل ملفت بصراحه، الاماكن اللي عم تنبنى، يعني انا اي ويش يو اول ذا بيست، ان شاء الله بتصير من المناطق الرياديه بمصر والوطن العربي ان شاء الله. استوديو الفن والبداية وبقيت سوبر ستار وانت عندك 16 سنة، ده غير ازاي في رامي عياش؟ وكان الناس حواليك بقى يعني عاملين ازاي 16 سنة؟ ده بدري شوية استوديو الفن، مش صح قوي على فكرة. بس ده كان قدرنا وده ربنا هو اللي كتبه، والحمد لله أكرم علينا في كل، يعني في كل خير، ولسه مستمرين لحد دلوقتي بالأصول وبال يعني بال بالخط اللي بيريحنا، ما تبعنا موجات معينة، ما عملنا شيء خارج عن إرادتنا وحبنا للفن، بقينا على نفس الأصول ومكملين الحمد لله. يعني عندك ستايل في المزيكا، شوية نقول ده الفن القديم الأصيل ودي الصافي، وشوية نلاقي مزيكا مختلفة وتجارب موسيقية غريبة. عندك ماكس كده زي ما كنت بقول، ما سبتنيش أكمل كلامي. صوت جبلي قوي في نفس الوقت صوت حنين جدا، الماكس ده ابتدى ازاي؟ نشأته كانت عاملة ازاي؟ ازاي طلع صوت رامي عياش؟ هدير، بحب هيدا الميكس لما بيقولولي انت طربي شعبي وبذات الوقت بتغني أوبرا لما بدك تغني أوبرا، وبذات الوقت بترقص لما بدك ترقص. هيدا الكومبينيشن أنا كتير بحبه بشخص بعمري، واليونج جينيريشن كمان بحب هيدا الشيء، وبحفلاتي بتلاقي في سماعة بتجي بتسمع طرب. هيدا الشيء بالنسبة لي حلو، تجمع كل أنواع الناس، يلي بحب الطرب بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب يرقص بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب الأوبرا وضخامة الصوت بيقدر يلاقي فيكي. هيدي بعتبرها نعمة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله عم حبت الناس. قريت كتير انه مامتك كانت الداعم، اول حد علمك الموسيقى وهي كانت بتدندن معاك، ازاي شايف موضوع اهتمام الاهل بالمواهب من صغرهم يفرق معاهم؟ ما فيش اهتمام اهل ما فيش وصول للشخص، وحتى لو وصل رح يوصل بتعب كتير كبير، ومن غير بركة، بتحسي الدعم الأكبر من أهله مش موجود. بتمنى على كل أهل أنه نشوفه في موهبة، مش ضروري فن، رسم، فن، غنى، عزف، أنه ندعموها للآخر. عندك تجربة إنسانية رائدة الحقيقة، عايش للطفولة، عايزك تحكي للناس عنها. عايش طفولة صار عمرها 16 سنة تقريبا، هي من أكبر الجمعيات يلي بتعلم الأطفال مجانا في لبنان، وصلنا ل 2000 طفل تقريبا، ونحن محظوظين إنه الحمد لله كل الفن بيعود ريعه، أنا الإنكم من الفن للجمعية هيدي من 14 سنة تحديدا، يعني لحديت اليوم، وإن شاء الله مكملين فيها دائما. النشأة في لبنان على وجه التحديد البلد صغير بالمساحة لكن كبير بناسه وبرموزه وبأهله وبالفن فيه، عشت أكيد في الحروب وعشت جراح كتير في لبنان، إزاي أثرت في رامي عياش وفي تكوينه الفني والإنسان؟ زي أي لبناني. اليوم كنا بالسيري مع أستاذ محسن جابر إنه قداش اللبناني تحمل وقداش ندعك بالحياة وقداش صار عنده تجارب وقداش بيقدر يتخطى الصعاب بطريقة مبتكرة جدا. فإن شاء الله بيرتاح الشخص اللبناني، وإن شاء الله بيرتاح الإنسان العربي بشكل عام. بتحضر إزاي بقى الموسم الصيف؟ يعني الصيف والحفلات وانطلاقة كبيرة طول الصيف، ولسه احنا الصيف مكمل هنا خصوصا في مصر، انت عارف احنا بنقفل متأخر شوية في الصيف.
عرفت مؤخرا بصراحة، مع أنه أنا بجي على مصر من 25 سنة، بس دايما في أنه ما شاء الله بيسهروا كتير وبيحبوا السهر كتير. شوي أنا بلبنان بطلع بدري على المسرح وبخلص بدري وبصحى بدري، بس هون بمصر تعودنا طبعا على السيستم. إن شاء الله بيضلون فرحانين ومبسوطين وبيهيسوا وبيفرحوا وبيسهروا، شو بدنا أحلى من هيك. حفلات في مصر ليها مذاق مختلف، تفاعل الجمهور المصري معاك وفي الوطن العربي عموما، كل الناس بتحب رامي عايش، تحب أغاني رامي عايش، وانت لسه حلوين حلوين مكسرة الدنيا، فبتبقى شايف ده ازاي؟ ببقى فخور فيه. يعني لما بتروحي على لبنان بتلاقي مثلا حب الناس لك، هذا شيء بيفرح لك قلبك. بس أنا إلي وقت طويل أنا بمصر وبحس حالي مصري، صدقيني يعني أنا بحس حالي مصري بمصر، لأنه بيتعاملوا معي على أني ابن البلد وبيحبوني هذا الحب الحقيقي والحب متبادل طبعا. فهذا شيء بفرحني كتير وبيعطيني حافز دايما لأعطي أكتر، وبحب أنهم بميزوني أنه أنا شخص بقدر غني طرب، بس بذات الوقت بنقدر نعمله بستايل يونج جينيريشن. والشعب المصري بعده سميع هدير، صدقيني بعده سميع كتير ومتمسك بالطرب، ولكن طبعا الفن موجات، في موجة بتروح وموجة بتجي. بما انك تتكلم عن الشعب المصري، اكتر حاجة بتلفت نظرك فينا ايه؟ وبتاكل اكل مصري ولا لا لما تيجي؟ شوفي انا اكلي خضرة كتير، يعني متجه للاكل اللبناني اكتر اذا بدك، يعني مش بالضرورة صحي، بس بحب انا ابن جبل، لاني انا كل شيء زيتون وزعتر وركة وخضرة وبندورة وطماطم، يعني هذا اكلي. انا بحب كتير الاكل الجبلي، بعيد شوي عن الاكل المحشي وهيك، بس طيب كتير يعني حلو. أكلت ملوخية وحمام ولا لسه؟ طبعا بموت فيهم. أنا كل أصحابي بمصر أول ما روح أول حاجة بيعملوها الملوخية والحمام، يعني بحبهم بس مش على ديلي بيسز. يعني إبراهيم، أنت عملت يمكن أكتر من 11 ألبوم ما شاء الله، ويمكن أكتر من 200 سينجل، وبتصور فيديو كليب لحد دلوقتي، ولو إن مش كل الناس لسه بتصور فيديو كليب، أنت آخر حاجة مصورها حلوين حلوين، شايف إزاي السوق الموسيقي دلوقتي بيستقبل الألبومات والسينجل والفيديو كليب؟ عايز أشوف. أنا بعمل اللي بريحني وبعمل المقتنع فيه. لو دايما كل واحد فينا عايز يشوفه بيحصل إيه برا وعايز يلحقه، الناس حتتدمر. لابد من الأشياء الثابتة اللي عنا إياها، اللي ما بنتخلى عنها أبدا، واللي مقتنعين بيها إنه في ناس جمهورة وفي لإلها ومستمر معها، نحن بنعمله. بس نلحق إيه الترند؟ ما مش معايا دي. بس أنت عملت حاجات كترند لسنين كتير جدا، خلقتها بس ما لحقتهاش. عملت ترند في الفيديو كليب، الفيديو كليب بقلبي مال كان أول فيديو كليب جريء لرجل شرقي في الوطن العربي. كان إذا فاكرة قلبي مال، كان في شاور أوتسايد أوت دورز، تواز توبلس، شعر مفركش، ما كانش دارج إنه الفنان ما يطلعش مترتب يعني، ودقني طالعة. فكان أول حالة بتحصل، فحصل عليه مشاكل كتير أصلاً واتمنع أسبوعين وبعدين رجعوا. بحب الفيديو كليب، بحسه قصة مصغرة عن الأغنية. أنت كمان بتهتم بمسألة المظهر والأناقة، وأعتقد أخذت مع مجلة سيدتي سنتين ورا بعض ملك الأناقة ببيروت. مذاكرة هدير. أنا بحب الترتيب، ما بيهمنيش الفاشن، يعني ما لحقش الموضة برضه. عشان أقول كده بس هنزعل دليل. عارف. لا، الستات ليهم طبعا طقوسهم وأعمالهم والموضة بتاعتهم. أنا دائما أعتقد أنه الرجل هو في ترتيبه، في الألوان الهادية اللي بيلبسها، يعني حلو الرجال يكون مرتب، ما بعرف شو يعني بالمصري، بس متهندم يعني. متهندم، أنت فعلا كده جيت مصر كتير. طيب كمان عايز أسألك عن الديوز، وأنت عملت كذا ديو كسر الدنيا. مثلا احنا بالنسبه لنا الناس الرايقه العدويه، ومتهيالي مش بس بالنسبه للمصريين، تكسرت الدنيا اللون ده. وعدويه ما كانش بيغني غير مع ابنه، وعملت الناس الرايقه، وحتى المزيكا فيها كانت مختلفه عن الشكل الطبيعي بتاعها. انا محظوظ طبعا انه عملت هذه المشاركه مع استاذ احمد، وطبعا هو انبسط فيها كتير، لانه كان له فتره ما كانش عامل شغل او عمل فني، بس ربنا أراد أنه يكون العمل ناجح، ونحن اشتغلنا عليه بصراحة هدير يعني من قلبنا. وأنا اخترت أحمد عدوية لأنه لون الأغنية دي لايق على صوته كتير،
وأنا بحب الطربي الشعبي، فكانت توليفة حلوة يعني. أنا أصلاً فكرة الديو بحبها، أنا بحب الجوين فنتشر، بحب المشاركة بالعمل. بتحضر لأي داي جديد؟ عندنا ثلاثة ديو مع بالألبوم الجديد، حد مصري هسيبها مفاجأة بس هقول لك بعدين يعني، من أول ناس رح تعرف إن شاء الله، وحد عربي وفيميل أرتست. بتشوف الديو ده نجاحه بيكون ايه العنصر فيه؟ ايه اللي بيشد الناس للديو وبيخليها تعيش كمان وقت طويل؟ يعني دلوقتي واحنا بنتكلم عن الناس الرايقه مفيش حد مش حافظها. يمكن الناس تعبت شوي من شكل السوليست، عايزه تشوف مجموعه من الناس مع بعضها، عايزه تشوف شو بيقولوا الميكس، هيدا حابين يشوفوا الميكس بين الفنانين، خصوصا بناس الرايقه شافوا ميكس في العمر، شافوا ميكس في الصوت، شافوا ميكس في الأداء، وشافوا ميكس بنوع المزيكا عمرك طويل. سو هذا كومبينيشن حلو كتير. انت عارفة انه بتشتغل على كل حاجة بنفسك، بتتدخل في حاجات في الألحان، يمكن معظم الألحان الناس ما تعرفش انها ألحانك. انت أصلا عواد وبيانست، الميكس ده ازاي بيساعدك في شغلك، ولا الناس بتحس انه بتتدخل معهم في الشغل؟ لازم اتدخل، ما انت كنت ساعة بتقولي لهم الكادر كده والمش عارف ايه، لازم واحد يتدخل بشغله حتى لو التيم اللي حواليه كان بروفيشنال وفاهم، بس حلو يتدخل بشغله لحتى يكون صادق وعنده بصمته والناس يوصل لها الاحساس ده حقيقي. رامي عايش بيسمع ايه؟ ايه المزيكا اللي انت بتسمع؟ انا اول شيء اف ام ما بسمعش تقريبا من 10 سنين، ما حتى في محطات إذاعية في لبنان ما عرفش أنها موجودة أصلاً بصراحة. مش تقليلاً لا سمح الله، بس ملتزم شوية بالكلاسيكس اللي أنا ربيت عليهم، ملتزم بالرحابني، ملتزم بكلاسيكيات بيتهوفن وموزار. بحس كل ما سمعت هالنوع من الأغاني كل ما صار عندي وسع أكتر ببالي بالمقامات وبالهارموني وبالدبث تبع الموسيقى. ما بحب الموسيقى تكون سطحية يعني. ومش بتحس انه ده مثلا يعني في أنواع موسيقى معينة بقت موجودة جديدة انت مش أبديتك بيها؟ يعني بسمعها بالحفلات، بسمعها وأنا موجود، بس مش بستقصد ان أسمعها بصراحة يعني، بسمعها من نجاحها وبحب. وبالعكس نحن عم نعمل خليني معاك، نحن عم نعمل مبروك مبروك، عم نعمل قصة. عارف عندنا هنا في مصر اللي مش بيشغل مبروك في الفرح كأنه متجوز، نشيد الأفراح نعيد. That means انه انا بحب الكلاسيكي، بس انا يعني مواكب العصر كله. طيب بيبقى عندك يعني اي استعدادات خاصة قبل الحفلات؟ ايه اللي بيخلي مودك حلو قبل ما تطلع الحفلة؟ بيبقى عندك روتين معين قبل الحفلات يعني تعمله؟ يعني بحياتنا ما بقى في روتين معين، او لانه اوقات مثلا مش بالحسبان تعملي مقابله مثلا قبل الحفله. شكرا شكرا يا رامي. قصدي مش قصدي يعني مش متبرمجه كل مره حاجه مختلفه عن التانية، بس بيبقى الصلاه والهدوء قبل الحفله، لانه في ناس بتحبك، مسؤوليه كبيره بدك تقدميها على المسرح. طب عايزه كمان اعرف علاقتك بقى جوه البيت عامله ازاي بالناس؟ انت اب عامل ازاي؟ عندك أرام؟ يعني احكي لي بتعامل مع البنات ازاي؟ يعني أرام وأيانا وألارا الله يخلي ولاد الجميع، بس أنا بحاول قد ما في لاقي الوقت للعائلة، يعني العائلة عندي شوي أولوية على كل شيء يعني. مين فيهم بتحسوا شكلا؟ أنا مش هسألك قلب لأنه أنا متأكدة أن أنت أكيد بتحبهم كلهم، وده سؤال بيبقى صعب. مين فيهم أكثر حد أنت بتحس أنه واخد من رامي؟ يعني تسألي دليدة، بس إنه أنا على سواسية يعني مع الكل، ما عندي تفرقة سبحان الله، بس البنت أوقات يمكن بتاخد قلب بي أكتر. أنهي بنت بقى؟ أنت كمان عندك بنتين ما شاء الله، ثلاثة. دليدة معاهم برضو يبقى دليدة أكيد الأقرب، مش محتاجين نسأل. إزاي بتدعمها في شغلها؟ أنا عارفة أنها كمان هي كان عندها فاشن شوف مصر السنة اللي فاتت وإنت كنت موجود. كان عندها كتير، 3-4 تقريبا. أنا دايما موجود يعني، أنا الدعم الأكبر لدليدة، أنا أخوها وأبوها وزوجها وحبيبها وكل حاجة في حياتها، ومدير أعمالها، وفي كل شيء بتاخد رأيي بكل شيء. بحب أني أدعم الإنسان تكون عاملة بالمجتمع ويكون
حياتها مش بس بيت يعني واهتمام فقط بالبيت، لا، إذا قادرة تنسق بين بيتها وبرا أنا بشجع هذا الموضوع. أنا بهمني أنه الإنسان تكون عم تشغل دماغها بكتير أمور وعب ساعدها بنجاحها وعب دلعها بنجاحها واحتفل بنجاحها. أنت يعني تجوزت متأخر شوي ولا أنت؟ أعتقدش متأخر، أنا بعتقد أنه هذا السن المنطقي للرجل أو للشاب أنه يتزوج، مش أصغر من هيك، مع احترامي لكل اللي عملوا هذه التجارب، لأنه ممكن يكون وصل لمرحلة من الوعي أو الحكمة اللي بيقدر ياخد قرارات معينة، بيقدر يعيش الإنسان أميرة بقراراته، مش لأنه هو ورث من أبوه قادر يعيشها أميرة، لازم يعيشها أميرة من وراء خبرته مش من وراء هو عنده إيه. فأعتقد هذا السن شوي مقبول أنه الإنسان ياخد هاي خطوة. موضوع ملوش علاقة بالنجومية ولا بالفانز والناس، يعني شوية الفانز يبقوا عايزين الفنان دايما طول الوقت شايفينه سينجل. أنا ما بفكر بحد، يعني أنا الفانز بالنسبة لي بحبهم لازم يحبوني مثل ما أنا، بس هذا بصراحة آخر تفكير عندي. أنا العائلة بالنسبة لي هي مقدسة وهي كربيت. إذا في حدا ممكن ما يحبك لأنه صار عندك عائلة هذا شأنه، بس أنا فنان برات البيت وزوج وأب جوات البيت. حد من الولاد أنت شايف فيه موهبة فنية أو شايف أنه كلهم بيحبوا الفن؟ يعني أرام بيحب البيانو، أيانا بتحب البيانو، البيبي ألارا بتحب تصرخ كتير، يعني لا كله بيحب أجواء فن بعمرها، يعني بحبوا أجواء الهايصة. بيحضروا حفلاتك، بيسافروا معاك أحيانا؟ أرام عم بحب كتير يكون معي بالاستوديو، عم بحاول شجعه، يعني مش شجعه، عم بحاول انتبه إذا هو بحب الفن أو لا، مش حوقفه مش حقوله لا، حشجعه والباقي عليه. طب عايزين نتكلم عن موسم الصيف وحفلات الصيف، انت موجود في العلمين وعندك ايه بعد كده؟ العلمين في بعد الساحل الاول شهر الجاي حفلتين، وفي حفله في كايرو كمان رح تعرفي عنهم كلهم. عندي افراح كتير في مصر كتير، يعني هدير نحن تقريبا بالشهر عندنا 3 افراح في مصر مينيموم. ربنا يزيد الافراح عليك يا رب، ان شاء الله يضلوا مبسوطين. وبيسعدني أن يكون أنا جزء من فرحة هالناس بهيدا النهار بالذات، يعني بحب هالميموري نصنعها مع بعض. وعندنا حفلات بالأردن، كويت، أبوظبي، تونس، عراق، لبنان، فرنسا، عندنا برمة كبيرة. طيب كمان فنيا عايز أعرف أنت بتحضر لإيه في الألبوم الجديد؟ هتصور حاجة تانية؟ أنت صورت حلوين حلوين. عنا 8 أغاني هلأ رح تنزل تباعا أنا ومزيكا ابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله. فيديو كليبس؟ في فيديو كليبس بينهم أكيد. صورت قد إيه يعني؟ عايزين حاجة إكسكلوسيف كده. صورت 2، صورت أول مبارح، صورت الثاني وحينزل قريب. يعني هو تصور بطريقة عفوية جدا جدا لأول مرة في حياتي، يعني أنت بتعرفيني أنا منتظم شوي بموضوع الفيديو كليب، بس تصور موضوع عفوي جدا رح تحبه إن شاء الله. الجديد يعني في الفيديو كليب ده موضوع عفوي، ده حاجة جديدة طبعا. هتشوف إن شاء الله. فيش أي حاجة إكسكلوسيف عن الموضوع. طب إيه الأغنية اللي تصورت؟ أغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان جون ماري رياشي وتوزيعه. أنت بتكتب كمان يا رامي صح؟ طبعا أكيد. أنا أغنيتي تقريبا بـ90% مشارك بكتبتها إذا أنا ما كنتش كاتبها كلها، ومشارك بالألحان بكل الألحان اللي بعملها، بحب يعني ده المفروض. هلأ في أغنية أغنيتين تاخديها زي ما هي، بس بشكل عام في حد معين، جيل كبير جيل صغير فكرت تعمل معاه دي؟ يعني اختيارك لعدوية كان اختيار ملفت ومختلف، في حاجة شبهها؟ حاولوا يقلدونا كتير بعدين، بس هو الموضوع مش ده نجاح كبير على فكرة، بس مش موضوع اختيار، يعني مش موضوع أنا عايز أعمل ديو مع حد عشان ينجح. هي توليفة كده، فما ينفعش تصنعيها، لازم تخلق زي ما هي. فكل اللي صنعوها من بعدي ما نجحتش عشان مش حقيقية. أنا وعدوية كان الموضوع حقيقي جدا. هو كواليس موضوع عدوية ده جه ازاي؟ كنا بنسمع أغاني أنا وأستاذ محمد يحيى، بوجه له تحية. فسمعني تقريبا 9 أغاني، قلت له مش ستايل اللي أنا عايزه. فكنا بنمشي، فكنا بنحضر العربية، وهو قال لي
هو أخذ العود وبدندن مش كل من قاله في يوم قرشين. الظاهر كان عاملها لمطرب فعايز ينكزه. شو بتقولوا أنتوا؟ يعني عايز يوصل له رسالة شو يعني؟ يقول له مسج يعني. يقول له مسج مبطن يعني. فالظاهر كان عنده صديق هو من الفنانين اتغر فقال له مش كل من قاله في يوم قرشين زيادة ونام على فرشين هيتملعب. خلافنا معاك ما فيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع فعلا. هنا بيوجه رسالة معينة لحد معين. هنا في مصر بنقول كده. قلت له انا عايز ده. قال لي فعلا؟ ما انت كلاسي قوي وبتغني شو. قلت له انا عايز الموضوع ده ولازم نعمله مع احمد عدوية بس نكمله في اغنية كده. وتواصلنا من خلال أستاذ هاني محروس حبيب قلبي هاني، ميت تحية لك من خلاله لأستاذ أحمد. ما فيش أسبوع سجلنا الأغنية بصراحة. وإحنا بنتكلم عن الأغاني ونسر رأيها، أقرب فيديو كليب لقلبك إيه؟ لو يعني ده سؤال ينفع. قصة حب. عشان واقعي جدا وحقيقي، ما فيهوش لا تكلف ولا تصنع ولا أبدا. احنا رامي تشرفنا ان انت موجود معنا النهاردة، ومبسوطين انت موجود في العالمين، وان شاء الله تكسر الدنيا في الحفلة، ونشوفك تاني في القاهرة، ونشوفك تاني في العالمين. شرفت يا هدير، شرفتوا جميعا، بتمنى لك التوفيق لبرنامجك واسعدتيني. شكرا. Thank you so much. سهلا فيكم. اهلا.